أشكركم جميعا، وآن الأوان لإسناد الكلمة للسيد رئيس الهيئة، فلتتفضل بتناولها على منبر المجلس. مرحبا بك. شكرا سيد الرئيس، شكرا السيدات والسادة النواب مجلس نواب الشعب. أنا قبل كل شيء نحب نشكركم على صراحتكم، ونحب نشكركم على حاجة ثانية، اللي احنا الفريق اللي توا حاضر في هيئة الحقيقة والكرامة، احنا متفائلين. علاش؟ على خاطر ما سمعناش خطاب واحد يعني يحب يتراجع على المسار كمسار، وهذا يسعدنا ويطمننا. أنكم توجهوا انتقاداتكم للهيئة، هذا مدخول عليه، وهذا من حقكم ومن واجبكم، وإحنا من واجبنا أن نسمعوا، وأيضا نيروا سبيلكم في الأشياء اللي ممكن المعلومات كانت غير كافية. وإذا إحنا موجودين لهنا باش نجاوب على بعض التساؤلات اللي نعتبروها مشروعة. كما تفضلت السيدة النايبة اللي تكلمت في الأخر، بمجرد اللي احنا اليوم فيه القبة هذه اللي تمثل سيادة تونس، نتناوله في موضوع اسمه هيئة الحقيقة والكرامة، هو في حد ذاته راهو إنجاز تاريخي لتونس. أنه هيئتنا ما هي شدة السكة ولا شدة السكة، هذا كله يتصلح. أما احنا عنا مكسب اسمه هيئة الحقيقة والكرامة، اللي هي دستورية. وهو باش نفسر لكم علاش هي دستورية. هي تستمد شرعيتها من الدستور فصل 148، اللي يقول تلتزم الدولة بتنفيذ العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها، والقانون الذي جاء بها. القانون شو يحكي؟ يحكي على هيئة الحقيقة والكرامة. بالطبع ما تنجمش تكون في الفصل نتاع الهيئات الدستورية الدائمة، خاطر ماهيش دائمة. هي عندها عهدة بأربع سنين وتمشي على روحها. وإن شاء الله يا ربي كي تكمل خدمتها باش تلقى نفسها قامت بوظيفة اللي تخلي الهيئات الأخرى تنجم تخدم، المؤسسات كلها تنجم تخدم في سلام، خاطر الهدف الأخير هي هالمصالحة بين التوانسة، بين التوانسة وتاريخهم، بين التوانسة ودولتهم، اللي توجدت قطيعة ما بين الشعب والدولة، اللي وصلت الانتهاكات يعني تكون مصدرها الدولة التي من واجبها حماية الحقوق وحفظ كرامة المواطن.